جاكو اسمعني، واقف هاي السيارة. جاكو جاكو لك شو عم تعمل؟ واقف السيارة عم لك جاكو. لك ليش هيك متعلق؟ معلم واقف السيارة. افتح لي بسرعة يا جاكو، أنا متعلق بالباب. واقف السيارة جاكو. يلا استاذ اطلع بسرعة. يلا واقف السيارة. شبك شو ما عم تسمع؟ أنا نفسي نطع، رح موت من العطش. تفضل هي أني أنت المي. ليه حلي قلتي لي؟ شو هالجنان هاد؟ فهمني لشو هالحركات؟ شو عم يصير؟ تعلق بالسيارة وهي ماشي. يا أستاذ أنت زلمة محترم، هاد مانو القطار المحلي. شو يا أستاذ؟ خبرني لوين رايحين؟ لوين أخدينه لهاد الزلمة بسيارة الإسعاف هيك؟ شو هالجنان؟ وأنت مجنونة شي؟ كيف هيك بتروحي مع جده؟ أستاذ أنا بدخلني، هو يلي أخدني. حتى لو هو اللي أخدك ما بتروحي، حسابك معي بس لترجعي على القصر. جدي أنت شو عم تعمل؟ لوين هلأ رايح؟ بس لحظة بتلف لي أرضك وبترجع على القصر. يلا السيارة مو راجعة على القصر. كل شي عم قوله بده يصير، لف ورجع سيارة إسعاف على القصر. يلا كلمتي هي اللي رح تمشي، بس السيارة رح تاخدني لمطرح ما بدي. شبك يا زلمة أنت ما عم تفهم علي؟ صحتك مو متحملة تعمل هيك بحالك؟ مشان هيك أنا أجيت بسيارة الإسعاف. لا خلص اسمعوا شوي شو بدي أحكي. بتعملوا مثل ما عملكن، ترجع بسيارة الإسعاف على القصر وبتروح على شغلة. شو رأيك تنزل من السيارة وتروح على القصر؟ بس تقرروا لوين بدكن تروحوا، عطوني خبر وأنا بمشي. إيه خلصنا جاكو، معلش تفهمني أنت ليش هيك عنيد؟ أنت اللي جاي عم تعند بوشي، أنا بدي كمل اللي كنت مخطط له. أنا شو بدي باللي مخطط له؟ صحتك مو متحملة هذا الشيء، بس بدي إياك تفهمني، أنت أخذ سيارة الإسعاف لوين رايح بالضبط فيها؟ أنا رايح أعمل زيارة لبيت كنتي. اشتقت لها وحابب شوفها. جاكو هلا وقت تروح تزورها لنيها وأنت بهي الحالة؟ أجلها لبعدين. لك فهمني شو بحالتي؟ مو شايفني كيف صاير منيح وكل هالشي بسبب اهتمامها فيه؟ لا تهزلي بدني بحكاك هاد، لأني شو ما بدكن تعملوا فيه أنا لازم روح شوف كنتي غصبا عنكن. لك بعدين أنا زلم كبير، لازم تعملوا لي شو ما بدي منكن. عمر شو رغبات مين؟ يلا رجع على القصر وخلصني بقى. معقول ما تسمع كلمة هالختيار؟ دير بالك رح أزعل منك. لا هاد. أنت طول بالك لأنه هلأ رح تزعل مني على رح أعمل. طبيعي. ماشي احكي مع حفيدك وتفاهم معه، أنا ما دخل. هاد أعطيني لشوف. شبك؟ شو يعني عم تهددني؟ ما حدا بكل العيلة رح يقدر يمنعني اني روح شوف كنتي. طيب لكن حكي لي ياش. ايه بحكي معه، بحكي وقت ارجع منشان ناخد راحتنا بالحديث. يعني ما بدك تحكي مع ياش على الموبايل هلا؟ هو حفيدي، انا اللي بقرر امتى بدي احكي معه. وبعدين؟ يلا قوم خلينا نكمل مشوارنا. يلا شغل السيارة. يلا يلا لك استنى شوي، اسمع يا اخي، هلا انت عرفان حالك شو عم تعمل؟ بعدولي مشان اقعد. يخ من وين جايب هالسيارة الوسخة؟ معقول هالحكي جدي؟ مو حلوة بحقك ابدا تروح تزورنيها ببيتها بسيارة اسعاف، ماشي؟ وبعدين اخذت لي موبايلي وكمان ما بدك تحكي مع حفيدك يا شوف. جدي هاد الحكي كله ما بصير ولازم توقف هلا. ايه ما حدا قال لك توقف السيارة وتطلع تركب معي. انا عم بعمل هذا الشيء كرمال صحتك، ما فيك تستنى لبين ما تصير احسن؟ إذا بيصير لك شيء من وراء هذا المشوار ياش رح يبهدلنا كلنا. إيه ما رح يعملكن شيء، أنا رح أحكي معه. خلص انسالي هذا المشوار هلأ وخلينا نرجع. رح نرجع اطمل ما من طويل. أنت أنت ليش صاير عم تنق كتير هيك؟ هالشي مانو منيح من شان صحتك. يا جدو بترجاك افهم عليها، صحتي أنا ما فيها شيء، صحتك أنت اللي بخطر. إيه؟ طيب ليش ما بترجع على القصر وبتريح يا جدي ليش؟ لا خلص انا ما عاد بدي احكي معك لهون وبكفي، انت تخنت كتير. خلص هلا بدنا نرجع على القصر فورا. خلص ما رح رد عليك هاي المره، لو بدك تضربني وتزعل مني كمان لانه بدك ترجع على القصر فورا. اعطيني الموبايل. شو شبك؟ لا تقرب على الموبايل. طيب خلي السياره ترجع على القصر. هلا نضل مكملين ولا نرجع؟ انا عم اقول لك كمل طريقك. ماشي. انا ما رح اسمح لكم تتحكموا بحياتي، كل شي بده يمشي مثل ما بدي. لك مين انت لحتى تقرر شو اعمل وشو ما اعمل وتتحكم فيه؟ شو هالمصيبة اللي ورطتني فيها يا جاكو؟ على القليلة لازم نيها تعرف بهالشي، هي ما رح تخليك تاكل بس مشان ما تشوف باري. انا هلا شو بدي اعمل؟ قلت له لياش اني رح رجع جده على البيت، وهلا شو بدي اقول له؟ كيف بدي فهم انه ما رد علي؟ أهلين ياش، شو طمني وصلت؟ كيف كانت الأمور؟ ليكي سمير أو جدو حكوا معك شي اليوم؟ ليش؟
خير صاير شي؟ جدو طلع من البيت بدون ما يخبر حدا لوين رايح وما حدا بيعرف وينه هلا. وأنا بصراحة كتير خايف عليه. يعني هو طلع حاكي مع سيارة إسعاف وطلع فيه. سيارة إسعاف؟ طيب يعني هو صاير له شي حتى طالب سيارة إسعاف لحاله؟ لا مو صاير له شي، بس سمير كان عم بيخبرني إنه هو جاي على باله ياكل باذنجان ونحن ما عم نخليه ياكل شو ما بده. مشان هيك هو دق لحاله لسيارة الإسعاف وطلع من البيت بلا ما يخبرنا. مشغول بالي عليه، مشان هيك على السريع. سمير راح وراه ليشوف وين بده يكون، بس كمان الفهمان بطل يرد على موبايله. خلص أنت ولا يهمك، أنا هلأ رح دق له وبخبرك إذا عرفت شي عنه. إيه لو سمحتي خبريني فورا. ماشي طيب باي. وين بدك تروح يا جدو؟ ليش ما عم يرد علي أنا كمان؟ يا رايح أضيعتنا برجوعك.